هربت. مراتك هربت صح؟ الله الله، وانت عرفت منين؟ لسه قايلين لي فوت. ما اسمها زينب ومن بولاع. سرقتك؟ خدت تحويشة عمره. كم يعني؟ خدت ذهب وفلوس يجيب ربع مليون جنيه. اديني 5000 جنيه وانا اقول لك كل حاجة عنها. ايه ايه 5000 بتوع ايه؟ ماشي ايه؟ ماشي صلاح، ماشي ماشي. هديهم لك. بس قولي لي هي مين؟ وعملت فيها كده ليه؟ اسمها عصليه سعيد، وكانت متجوزاك وهي عزيمة راجل تاني اسمه راشد الغول قتال قتلة. ايه ده؟ لا يا صلاح، لا لا لا، الست دي كدابة يا صلاح. والله العظيم كدابة. اقعد اقعد اما تشوف. انت بتقول اي كلام؟ اقعد يا عم. لا يا عم اقعد. مش عامل انا متجوزها بنت بنوت. كانت متجوزة ازاي؟ استنى بس اما نشوف وراها ايه. ايه ده؟ انت هتشتغليني؟ جرى ايه يا اسطى محروس؟ ده بيشتروه دلوقتي من الصيدليات، وفي منه اصلي وصيني. هو ده؟ هو ايه ده صلاح اللي في منه اصلي وصيني؟ للاسف اللي انت وقعت فيه يا اخويا. الشرف اسم الله على مقامك. الشرف اسم الله على مقامك. استغفر الله العظيم. مين اللي انتوا كنتوا مجوزاه لي ده يا صلاح؟ استغفر الله العظيم. مين بنت الكلب دي؟ استغفر الله العظيم. ده مين اللي بعتها دي؟ استغفر الله العظيم. ايه اللي بيحصل فيا ده؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ قولي لي هي فين وهديكي كل اللي انت عاوزاه. بس انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه؟ قولي لي. انا مش فاهمه. طب بصي، خدي خدي اكتبي لي. انا ضايقتكوا كفايه بقى، لازم امشي. ضايقتينا ايه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين انت لو مشيتي هتروحي فين؟ هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمل. هو انت مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي، اكرمتوني. كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انت هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي. خدي اسمعي الكلام، اسمعي الكلام، خليهم معاكي. لا خليهم كلهم كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب بقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات، وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت خرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع اغير وانزل اخد على طول. ماشي شويش وبالراحة بالراحة. اشتري ما تضايقش. حاضر يا اخوي.
ادخل يا ناشم. اتفضل يا معلم. الست فتون. ازيك يا فتون؟ ازيك يا ابو هناء؟ يا مرحب يا مرحب. الدنيا دي ضيقه قوي. الله، ده انتوا طلعتوا معرفه بقى. معرفه قديمه وجيره وجوزها كان حبيبي. يعني كده الكلام بقى مش محتاج كباري. اخلع انت يا ناشي. اخلع؟ مصلحتي عند مين يا معلم؟ عندي. يا صاحبي، ما انا زيي زيك. لا انت مش زيك زي اي حد. انت قريبي. وانا ببيتك. في حمايتك. اقعد. الله 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 الله، ايه يا ست الكل؟ الله، هو احنا جايين نتعارك مع بعض ولا ايه؟ انا قهوتي على الريحه. قوم اعمل له القهوه. عارفه يا ست الكل، انا اخر مره شفتك امتى؟ لما كنت بترقصي في الكباريه. بصراحه كده انا اتكيفت منك. تمام، انا هدفع 50,000. يفتح الله. لا لا يا معلمه، لا مش كده. انا جيت ومش هحلك الا لما اخد البضاعه. هو ده الكلام. لا 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 لا، ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام. وانت ما تتكلمش. الله، انا هاخد 100,000 جنيه. كتير. خلاص، زي ما بيقولوا الناس، نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا، في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذه في بيته. يبقى 75,000. فين البضاعه؟ وانا اوريك البضاعه ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله، ما خلصنا بقى. 75,000 حلوين مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعة وتكون عندك. لا أنا مش ورايا أبعد. أنا ساعتين عقبال ما أروح بولاق وأجيب البضاعة وأجي. بولاق؟ أنت مكمرة البضاعة بشقتك في بولاق؟ آه، أمال يعني هكمرها فين؟ أنا هخطف رجلي أروح لبولاق أجيب البضاعة وأجي. وانت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما اكلم رضا على المحمود، قال لي الفلوس موجوده هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاك يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام. كده بقى 75,000 و7.5 بتوعي عمولتي 10%. تمام؟ كده بقى تشرب القهوة يا ابن عم. أوامر يا مولانا. عارف فتون طبعا. يعني استناها بمكنة وأطورها لحد ما ترد المواطن. أمين. حاضر يا معلم، أكلمك في كل محطة كمان.